هي كمان جهود كبيرة جدا بتبذلها الدولة المصرية في مواجهة فيروس كورونا بتوفير كميات كبيرة من اللقاحات بمختلف أنواعها، وصلت لحوالي 115 مليون جرعة، ولسه كمان في دفعات جديدة الحكومة متعاقدة عليها. نجحت مصر في التحدي الصعب الذي وضعه فيروس كورونا أمام العالم أجمع، وهو التسابق لمحاولة النجاة منه وتقليل عدد الإصابات والوفيات بأي شكل، وهو ما تم بالفعل مع توفير عدة لقاحات ثبتت فعاليتها في مواجهة الجائحة. استطاعت الدولة توفير 115 مليون جرعة من عدة لقاحات مختلفة حتى الآن، وفقاً لتصريح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي قال: نحن كدولة كان أمامنا تحد منذ عدة شهور، وهو توفير اللقاح للمواطنين، لكن أصبح لدينا حالياً أكثر من 115 مليون جرعة. تم إعطاء أكثر من 53 مليون جرعة منها للمواطنين، ويتوافر الآن أكثر من 60 مليون جرعة. وبالفعل تواصل الحكومة تلقي دفعات متتالية على فترات متقاربة للقاح كورونا بمختلف أنواعه التي منحتها هيئة الدواء المصرية رخصة الاستخدام الطارئ، من أبرزها لقاحات سينوفارم الصيني وسبوتنيك الروسي وأسترازينيكا إنتاج معهد سيرم الهندي وأسترازينيكا المستورد من كوريا الجنوبية وجونسون أند جونسون. ومع توافر كل هذه اللقاحات التي حصلت عليها مصر، عززت وزارة الصحة من مراكز التطعيم بلقاح كورونا في مختلف المحافظات، وأعلنت الحكومة فتح باب التسجيل لتطعيم الأطفال والمراهقين من عمر 15 عاماً إلى 18 عاماً بلقاح كورونا. كذلك وافقت الحكومة رسمياً على منح الجرعة المعززة لمن مضى 6 أشهر على تلقيهم الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، مع توافر الجرعات اللازمة من مختلف أنواع اللقاحات. وسوف يتم توفير 23 مليون جرعة تعزيزية حتى 30 من يونيو عام 2022.